كفته بالحمص، لحمه مفرومه، بصل وثوم وحمص مسلوق، فلفل حار، شبت، بقدونس، بقسماط، بهارات، كمون وقرفه، طماطم، وشويه شوربه، زبده او سمنه او زيت، وملح وفلفل. كل الكلام ده جميل وحلو واحنا شغالين كده. هنا اهو ادي كمون، قرفة ناعمة، بهارات لحمة، شوية شبت، شوية بقدونس، حبة فلفل، الفلفل حسب الرغبة، اهو الفلفل حسب رغبة حضرتك. بعد كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول يلا. ملح وفلفل. حبة من البقسماط. كده فل الفل يا جماعة. حبة كفتة، ادي الكفتة بتاعتي دي، بصلاية، كده هنكسر البصلايه، وكده كده الطاسه بتاعتي بتسخن، يبقى البصل اهو بعد حبة الزيت، كده زي ما انتم شايفين حضراتكم، ده الثوم اهو، عشان تشرب منها طعم البصل والثوم. الكفته بتاعتي بتتحمر اهي مع البصل مع الثوم. ايوه البصل احمرت اهي. مكعب من مرق اهو، شوية شبت. الشبت ده من نوع الحاجات الحرشة اللي بتطعم الاكل بتاعي. دي طماطم فريش،
الله 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 الله، لو في سبانخ اديها سبانخ تبقى جميلة. اقوم اغطي عليها سينكو منيتو. وعندي هوت ووتر. ومال الهوا يما، مال الهوا مال. حاضر، مش عايز فيها صلصة كتير. يا سلام لو اديت لها معلقة دمجلاس كمان. نعم يا فندم. ما شاء الله سامحني. شفت اتربطت معايا ازاي يا باشا؟ ما بقتش سايسه زي ما انت بتقول. حمص جميل.